très très optimiste. L'équipe nationale غيمشيو le plus loin possible. Mais qu'il y a des problèmes, des fois problèmes, غير الناس بغات تخلق مشاكل. الا مشي غتلقى الناس جالسين بعضياتهم وفرحانين ما كاين حتى مشكل. انا كنظن بان ليكيب ناسيونال غيمشيو خصنا غير حنا فو كصحفيين وحنا كتقنيين نكونوا معاهم وراهم ان شاء الله غيمشيو لابعد ما يمكن. حظوظ المنتخب الوطني اكيد بانه المنتخب الوطني حظوظه وافره باش يمشي على ابعد حد ممكن في التدوره. ما خصهاش يكون متشائمين على ضوء المباريات اللي جراها وما كانتش نتائج طيبه، لانه اكيد بانه هذه ثلاث سنوات وفريق كيشتغل، فريق اللي بلا البلاء حسن في كاس العالم، فاظن بانه اصبحنا نتوفر على فريق اللي سوف يراهن ان شاء الله على 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 لما لا التتويج. ولكن اول شيء خصنا نمشيو خطوه بخطوه، لان كاين المباراه الاولى والمباراه الثانيه والثالثه، فاظن بانه خص النيفو المستوى غادي كيطلع تدريجيا ان شاء الله. المنتخب المغربي فما غاديش ياثر فيه هذا المشكل اللي طرا، مشكل بسيط حيت كاينين دي لعابه بروفيسيونيل اللي يقدروا يتجاوزوا هذه المشاكل، حيت هذه المشاكل كيطراو لا في الفرق في اي فريق ولا في اي منتخب. كنتمنى ان المنتخب المغربي يطور الاداء ديالو ويفرحنا لانه كتسناه امه، وكنتمنى لهم حظ سعيد في لاكان. جد متفائل بكل صراحه، لاننا تنشوف الناس غضبانين على الاداء في المباريات الوديه، على المشاكل الداخليه وقعت في المنتخب، لكن نقول لك صراحه من خلال التجربه المتواضعه فالمباريات الوديه ماشي هي معيار. ملي تدخل لجور جي في منافسه رسميه فالنسبه ديال الادرينالين تطلع بزاف وتيكون التركيز اكثر. نقدر نقول لك بان المنتخب الوطني غادي يفاجئنا بالاداء ديالو بالنتائج اللي حقق في كاس افريقيا في مصر، لان هذه غتكون واحد الضربه موجعه للكبرياء ديال الناخب الوطني وديال اللاعبين، وبالتالي غيبغيو يردوا على الانتقادات من خلال الاداء ديالهم في مصر. حنا ان شاء الله معاهم بالقلب ديالنا وبالدعم ديالنا، وان شاء الله غادي يكذبوا جميع التكهنات، واكيد بان الاداء ديالهم في مصر غادي يكون مخالف تماما لهذا الوجود. المباريات الوديه اللي يلعبوا في المغرب، ونتمنى ان الامور الداخليه تبقى تما ويحاول يكون شي صلح خدمه لكره القدم الوطنيه والمنتخب الوطني، اللي تبقى واحد 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 الحاجه، واحد المفخره اللي تتفرحنا كمغاربه، تتخلينا ننسيو كاع الهموم ديالنا ان شاء الله.